لزيارة شاطئية صديقة للبيئة، الكرة في ملعب الزائر نفسه. فمع ارتفاع درجات الحرارة وازدياد عدد مرتادي الشواطئ عالمياً، تتسبب العديد من الممارسات الخاطئة في تلويث مياه البحار، مما يهدد صحة الكائنات البحرية وسلامتها، إضافة إلى التسبب في زيادة مشكلة تغير المناخ. إذ بيّن خبراء أن القمامة البحرية والشاطئية أصبحت تشكل مشكلة عالمية متعددة الأضرار، وأن معظم النفايات التي ينتجها المرء تشق مسارها إلى البحر حتى تجد في مياهه مستقرها، وتكون لذلك نتائج كارثية تبدأ من تغير تركيبة المياه وتنتهي بهلاك الحياة البحرية التي تؤثر في الحياة البشرية في نهاية المطاف. وأكد خبراء أمريكيون ضرورة التحلي بوعي بيئي مدني، ويوصون باستخدام تقنية إعادة التدوير التي تعد أحد العوامل المهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية، واستخدام كميات قليلة من الأسمدة، إضافة لتجنب استخدام المنتجات البلاستيكية التي أصبحت مصدراً كبيراً في التأثير على مئات الأنواع من الكائنات الحية. ويوصي الخبراء أيضاً بالتقليل من استخدام مصادر الطاقة، بما أن مصادر الطاقة كالوقود وغيره تشكل خطراً كبيراً على النظام البيئي. كما يدعون في حالة التوجه في إجازات لاختيار فنادق تعتمد خيارات مستدامة، والتقليل من المواد البلاستيكية الأحادية الاستخدام على الشاطئ، واستبدالها بمواد يمكن حفظها ونقلها.